تحت شعار تعزيز الولاء الوطني وفاء للنظام الجمهوري وتضحيات الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح، تتواصل لليوم الخامس تواليا فعاليات الاحتفاء بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر المجيدتين، والتي تنظمها المقاومة الوطنية في جبهة الساحل الغربي. اليمنية 26 سبتمبر و 14 اكتوبر و 30 نوفمبر، ونحتفي ايضا بالذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي. عدونا كل يوم يمشي احتفالية، يوم يحتفل بالغدير ويوم يحتفل بكربلاء ويوم، يعني احتفاليات كلها عنصرية طائفية سلالية عقائدية. احنا بالنسبة لنا احنا يمنيين واحنا مسلمين واحنا عرب واحنا ثوار واحنا عيال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر والنضال الذي ناضلوه ابائنا واجدادنا وقاتلوا، احنا بعدهم. تفاعل كبير لأحفاد الثوار وثوار اليوم حراس الجمهورية للاحتفاء بعيد الأعياد من خط النار، حيث تضمنت الفعالية سلسلة لقاءات ومحاضرات شملت قطاعات وألوية ووحدات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، تطرقت إلى عظمة الثورة اليمنية وما تحقق من أهدافها خلال العهد الذهبي لليمن الممتد على مدى 33 عاما بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح، وعظمة تضحياته والذي روى بدمه الثورة الوليدة 2 ديسمبر لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها السامية المتمثلة بالدفاع عن مكتسبات الثورة الأم 26 سبتمبر. هي نواة استعادة الجمهورية، استعادة المؤسسات. أنتم تمثلون وهج الثورة، شباب الثورة، الثورة الموحدة التي تجمع من كل محافظات الجمهورية. تمثلون وحدية الثورة مثل ما كانت وحدية الثورة بين سبتمبر وأكتوبر. أنتم الآن يعني امتداد لثورة سبتمبر وأكتوبر. عندما قام سبتمبر أول هدف لها التحرر من الاستعمار، وبعد عام من ثورة سبتمبر قامت أكتوبر. من أهداف ثورة سبتمبر تحقيق الوحدة، تم تحقيق الوحدة. من أهداف سبتمبر بناء جيش وطني، تم بناء جيش وطني. لكن جاء الحوثيين واستولوا في لحظات يعني مثل وخداع على مؤسسات الدولة، وأخذوا حقوق الناس وأملاك الناس ورواتب الناس، والآن لابد من استعادتها. وكما كان لذلك العهد السبتمبري وما تلاه رجاله، فإن الحاضرنا ومستقبلنا رجاله أيضا لا تقل بطولاتهم وتضحياتهم عن بطولات وتضحيات ثوار سبتمبر وصانعي أمجاد النظام الجمهوري. إنهم أحفاد ثوار سبتمبر مارد الثورة في كل مترس جمهوري يقارع أحفاد الإمامة. وتكتسب فعاليات الاحتفاء بالثورة الأم 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر أهمية، خاصة كون الوطن يعيش فصلا جديدا من صراع الجمهورية ضد أحفاد الإمامة أذناب إيران، والذين سيطروا في غفلة من التاريخ على العاصمة التاريخية صنعاء والعديد من المحافظات، وعثوا في الأرض الفساد وفق مخططهم الرامي لتدمير كل ما يمت للنظام الجمهوري ومكاسب الثورة السبتمبرية في مسعى للعودة بالوطن إلى العهد الإمامي في أبشع صوره.